أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع ملف بلاسخارت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، حيث أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بأن بقاء النظام في العراق على حاله يزيد الأمور سوءا في البلاد، مشيرة إلى أن المواطن العراقي يعيش وضعا لا يحتمل. وأوضحت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي بأن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها التظاهرات الأخيرة في العراق أظهرت هشاشة الأوضاع الأمنية، لافتة إلى أن الفساد يعد سببا أساسيا للمشكلة في العراق. واستعرضت رئيسة بعثة يونامي إشكالية الشلل في عملية صنع القرار السياسي في العراق، قائلة بأن الإنفاق الحكومي مهدد بالتوقف بنهاية العام بسبب عدم إقرار الموازنة. شددت على أن العراق ليس بلدا فقيرا، لكن المصالح الحزبية تطرد الاستثمارات المهمة. ووصفت بلاسخارت بأن الفساد المستشري سببا رئيسيا للاختلال الوظيفي في العراق، ولا يمكن لأي زعيم أن يدعي أنه محمي منه، بمعنى بأن كل الزعماء السياسيين فاسدون. ووصف صحفيون ومدونون بأن سمعة العراق السياسية سقطت في الحضيض بعد الإحاطة الأخيرة لبلاسخارت، وعدوا ما جاء فيها بالفضيحة المدوية التي تستوجب من رموز الفساد الخجل مما أوصلوا إليه العراق طوال عقدين من الزمن. دعونا نتابع تصريح بلاسخارت. والمظاهرات المضادة التي نظمت استعرت التوترات على مدى أشهر، علما أن مناصري الأحزاب السياسية وكثر يحملون السلاح زادت حماستهم، ولا يحتاج المرء أن يقرأ في الغيب كي يعرف أين يحمل كل ذلك. في غضون هذه الأحداث كان المواطن العراقي العادي رهينة وضع لا يحتمل ولا يمكن التنبؤ بخواتيمه. وقد بلغت الأمور ذروتها في 29 من أغسطس، حيث وقف البلد على شفير الفوضى العارمة، وقد أدت التوترات السياسية إلى مناوشات مسلحة في قلب العاصمة وفي أماكن أخرى، وكانت النتيجة الحزينة مقتل العشرات وجرح المئات. طبعا العراقيون خاب أملهم، وقد فقدوا الثقة بقدرة الطبقة السياسية في العراق على خدمة مصالح البلد وشعبه. ثم إن الفشل المستمر في التعامل مع غياب الثقة هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات العراق. وبعد 20 عاماً تقريباً يجب على قادة العراق أن يقروا بأن التغيير البنيوي ضروري لمستقبل البلد، وإن أي محاولات للدفع باتجاه الإصلاح التدريجي بما في ذلك مكافحة الفساد فشلت حتى الآن، إذ إنها قوضت أو أعيقت. وقلت ذلك مرات عديدة من هذه القاعة أيضا، الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي الحالي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية. نعم، طبعا إحاطة وتصريح مهم في هذا التوقيت. دعونا نستعرض تغريدات العراقيين على تويتر بعد تصدر وسم بلاسخارت ترند العراق عقب تقديمها للإحاطة قبل استقبال اتصالاتكم حول هذا الموضوع. يقول الصحفي العراقي إياد الدليمي: لا يكفي أن تقول بلاسخارت وتصف حقيقة الوضع في العراق، وإنما يجب أن يكون لهذا المجتمع الأخرس كلمة وموقف يكفر به ما قام به من خطيئة بحق هذا البلد طيلة 20 عاما. يقول بلاسخارت: شخصت الكارثة، فمن سيوقف كرة النار من التدحرج؟ أواب يقول: ما صرحت به بلاسخارت حتى الطفل العراقي يعلم به، يقول لا شيء جديد. الصحفي معتز جمهوري يقول: بلاسخارت شهرتكم وخزتكم أمام العالم أجمع، بس عادي عدكم، لأن ماكو لا خجل ولا غيرة على بلدكم، طبقة سياسية فاسدة بكل شيء. أما محمد فهو الآخر غرد تحت هذا الوسم وقال: النظام العالمي الذي تمثله بلاسخارت يعترف بشكل صريح بأن النظام السياسي في العراق فشل في إدارة الحكم واستمراره
بات عقبة في بناء البلد وسببا في تفكك المجتمع وانهيار الاقتصاد وفقدان حالة الاستقرار على مستوى المنطقة، والأمر متروك للشعب هو من يقرر مصيره، وصمته جريمة بحق نفسه. إذن بلاسخار تحدثت عن بأن المنظومة السياسية، بأن الزعماء في العراق، الزعماء السياسيين كلهم فاسدون، وبأن هناك فشل في بناء الاقتصاد العراقي، وفشل في المنظومة البنيوية للعملية السياسية في العراق. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل، أرحب بك معنا أخي عبد الرزاق. كيف استمعت إلى تصريح بلاسخارت بإحاطتها إلى مجلس الأمن حول العراق، وهي تتحدث اليوم ربما يكون أكثر صراحة من كل الإحاطات التي قدمتها حول العراق؟ مرحبا بك أخي عبد الرزاق، هل تسمعني؟ دكتور اهلا وسهلا دكتور اهلا وسهلا بك، تفضل. دكتور عمر، بالنسبه للامم المتحده احنا عندنا موقفنا الواضح من الامم المتحده. الامم المتحده يا دكتور عمر شريك ضالع بتدمير العراق. فاحنا عندنا مثل بالعراق يقول يقتل القتيل يمشي بجنازته، فهاي الامم المتحده هي شريك أساس التدمير العراق. أما اليوم اللي التقرير اللي قدمته لمجلس الأمن بالأسرار، أنا أشوف ما ضافت شيء جديد. يعني هي نفس الكليشيه السابقة عادتها، بس أضافت إلى بعض الأشياء، حذرت بأنه العراق على شفا حفرة من النار. السياسيين العراقيين ناس غرق وناس ما يهتمون بالبلد، هذه كلها معروف للعالم أجمع. يعني كل، لكن عندما تتحدث وتقول بأن المنظومة السياسية السياسيين فشلوا لغاية الآن بإصلاح النظام السياسي في العراق، وعندما تقول، دعني أنقل لك بالنص ما جاء في تغريدة على موقع يونامي وهي مقتبسة من كلمة بلاسخارت، يتجاهل النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق احتياجات الشعب العراقي، ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيسياً للاختلال الوظيفي في العراق، ولا يمكن لأي زعيم أن يدعي بأنه محمي منه، أي من الفساد، وإبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية. دكتور عمر، أمريكا من إجاد ووضعت هذا النظام السياسي، نظام المحافظة، هي تعرف كل زين بانه هو مبني على الفساد. المحافظة هو شنو يعني الغايه؟ هو الفساد، هو تدمير البلد. الامم المتحده، مجلس الامن، الاتحاد الاوروبي، امريكا، كلها تعرف بانه القاده اللي موجودين بالعراق هم ناس فاسدين، هم ما جاي يبنون بلد، جاي يدمرون بلد. وخير دليل بانه اللي هي اليوم اللي تمثل الامم المتحده بالعراق لا تحط عليها ملفات فساد، هي من شان وزير دفاع، فهي عليها ملفات فساد. فشلون يعني مثل هيك انسانه، يعني هي شلون مثل ما تقول عايشه بالفساد تريد تفتح وضع بلد؟ فهذا كله مجرد يعني تصير كلمات. يعني انت الا ترى بانه يوم من الايام ياتي الى يعني على المجتمع الدولي يصل الى قناعه بانه خلص هذه الشخوص، هذه الزعامات، هذه العمليه السياسيه لم تنفع بعد في العراق؟ المجتمع او لن تنفع بعد. يغير هاي المنظومه السياسيه من قبل تحرك الشعب. الشعب اذا يبقى ساكت فالمجتمع الدولي يقول لك هم اهل البلد قادرين على هذا الوضع، بينما اذا يكون تحرك المجتمع ورفض الطبقه السياسيه، حتما المجتمع الدولي او المجلس الامن راح يعني يحافظ على سمعته وراح يجاب العراقيين على مطالبهم. اما يبقى الشعب ساكت وتريد المجلس الامن يغير، لا، هذا المجتمع يعني عندما خرج الشعب ويخرج اليوم في ثورة تشرين 2019، وكذلك ما شاهدناه في الذكرى الثالثة للثورة وما قوبل من رصاص، وهي أشارت في هذه الإحاطة وقالت بأنه يدل على هشاشة الوضع الأمني في العراق، يعني لو كان، ربما يقول قائل، لو كان هناك موقف
دولي داعم لإرادة الشعب العراقي لما بقي الوضع على ما هو عليه، ولكن ما زالت المنظومة الدولية تدعم هذا النظام السياسي. صحيح. نعم. سيد دكتور، الوضع الدولي أو الفاعل الرئيسي الأمريكي هو قابل على هذا الوضع، لأنه إذا ما قابلين من عين باشر يعني هم يغيرون هذه الطبقة، لأنه هاي الطبقة السياسية يعني شو مثل ما تقول ما تابت على الطبقة الصلبة، هذه يعطونها كل زين، مجرد نفخة يطيرون، بس هم بقيهم لغايات لمصالحهم في أمريكا، الاتحاد الأوروبي، غيرهم مستفادين من هذه الطبقة، لأنه جاي ينوبون، جاي يسرقون، ما حد يوقف بوجههم، فتريدهم يعني يرفضون هذا الوضع؟ لا بالعكس، هم قادرين على هذا الوضع. حتى انت جاي شوف يعني الشركات النفطيه تصير وجول بكيفها، البلد مفتوحه حدوده، فماكو عندنا قاده سياسيين اللي يدافعون عن بلدهم، فامريكا حتما مرتاحه لهذا الوضع. نعم، انا اشكرك اخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. هل هناك اتصال اخر؟ نعم، نذهب الى ملف ثاني وهو حول العراق ايضا. طبعا نذهب إلى الناصرية، إذ فرضت السلطات الحكومية في ذي قار حظرا للتجوال في المدينة على خلفية التظاهرات التي خرجت الليلة الماضية، فيما وصل وفد أمني من العاصمة بغداد للاطلاع على الوضع الأمني. وكان متظاهرو الناصرية قد خرجوا للمطالبة بإقالة مدراء الدوائر، فضلا عن المطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المتورطين بالفساد والفشل الإداري. وأقدمت مجموعة من الأشخاص تتبع جهة حزبية على مهاجمة ديوان محافظة ذي قار على مدى يومين، كما قال العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بمحاولة لحرق المبنى باستخدام عبوات المولوتوف ورشقوه كذلك بالحجارة، ما أدى إلى أضرار في واجهة المبنى والسياج الخارجي، وهو ما استدعى تدخل المتظاهرين لإحباط هذه المحاولة. وتتهم أوساط المتظاهرين مجموعة تتبع لجهات سياسية متصارعة على السلطة بالوقوف وراء هذا الهجوم، وذلك لغرض الإساءة لفعاليات إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين، قبل أن تتخذ القوات الحكومية هذه الأفعال ذريعة لقمع التظاهرات بالرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المتظاهر حسن قاسم، كما أكد شهود عيان من المستشفى التركي في الناصرية. فلنتابع. السلام عليكم، احنا مستشفى التركي، هذا الولد اسمه حسن قاسم، ماكو واحد من اهله موجود، واحد هنا هاي صالة الطوارئ، هذا تعرفوا علي. إلى محافظة البصرة، إذ أكد مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، أكد اعتقال القوات الحكومية لأكثر من 100 متظاهر أمام مركز شرطة المعقل في البصرة، وذلك خلال تنظيم المتظاهرين وقفة لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد الناشط حسين عادل وزوجته الشهيدة الناشطة سارة طالب، اللذين وجنينهما بعد أن قتلوا على يد الميليشيات قبل 3 سنوات في منزلهم. دعونا نشاهد. قائد عمليات البصانة حاليا يتواجد من أمام مركز شرطة المعقل، أكثر من 100 معتقل حاليا موجود. 170. لا 100 معتقل حاليا حسب الموقف. سيد قائد عمليات البصانة، أتواجد الآن ما بين أهالي المعتقلين. يجب أن يكون هناك موقف من حضرتك بإطلاق سراحهم، علما أنه لحد الآن لا يوجد أمر إلقاء قبض وفق الإجراءات القضائية، باعتبار هذا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان. ربما أي شيء يصير تحت ربما هؤلاء المعتقلين ربما يصير بها تداعيات. أهالي المعتقلين الآن موجودين بالقرب من مركز الشرطة، يجب أن يكون هناك إطلاق سراح المعتقلين. نذهب إلى أنبار وفي ملف الاعتقالات كذلك، وتحديدا إلى الفلوجة، حيث اعتقل جهاز الأمن الوطني طفلا من سكان المدينة بعد رفعه علما عراقيا قديما أعطاه إياه شخص مجهول. هكذا تداول
ناشطون وعراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وقالوا بأن عائلة الطفل تطالب بإطلاق سراحه وهو البالغ من العمر 12 عاما والذي تم اعتقاله كما أشرنا من قبل جهاز الأمن الوطني، مشيرين إلى أن الطفل لا يدرك التفاصيل السياسية ودلالات العلمين القديم والجديد حيث أنه ما زال في الصف السادس الابتدائي. طبعا الطفل اعتقل عقب مشاركته في احتفالية ذكرى استقلال العراق ليلة أمس، والتي كانت الأجواء فيها على النحو الآتي والذي يبينه هذا المقطع، وهي أجواء وطنية خالصة تغنت بحب العراق فقط. دعونا نشاهد هذه الصور. نظر إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الأحداث، ومنهم من علق وقال كنبيل قال رفع العلم القديم جريمة حتى وإن كان طفل، لكن سرقة المليارات من الدولارات ليست بجريمة. تارة تقول مهما طال أمد بقائهم راح ينتهون يوما، ما مجرد خوفهم من علم قديم وارتباكهم جدا كافي تقول. أما زيد الحديث فقال القتل وإهدار المال العام العلني وحمل السلاح خارج نطاق الدولة وأفعال إنسانية لا يحاسب عليها القانون. محمد عبد الله قال إذا كان لمجرد رفع العلم العراقي القديم فالمسألة انتقائية بالمجمل من قبل جهة أمنية رسمية، لأن علم جارة السوء وعملائها يتواجدون في العراق أكثر من إيران. طبعا نبقى مع الملف الأمني ونبقى مع ما جرى خلال الأيام الماضية في محافظة البصرة، حيث شهدت مواجهات مسلحة كبيرة، وكانت هذه المواجهات بين ميليشيا السرايا من جهة وميليشيا العصائب من جهة، بعد مواجهات مسلحة كبيرة أرعبت الأهالي هناك. دعونا نتابع المزيد في هذه المادة المصورة الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نتابع هذا الموضوع مع هذا التقرير. مشاهد كأنما الحرب، بل هي الحرب ذاتها، حرب ميليشياوية تروع الآمنين في محافظة البصرة بين ميليشيات الإطار التنسيقي المتحصنة داخل القصور الرئاسية وميليشيا السرايا التي تتخذ من أزقة وأحياء المدينة ميدانا لها. قصف متبادل بالصواريخ الإيرانية يذهب ضحيته الأبرياء بعد أن يحيل منازلهم إلى أطلال، وكأنها ميدان للرمي أو التدريب في صراع مستعر يعكر صفو المدينة التي يحلو لأبنائها أن يصفها بالفيحاء. مدينة لم تذق طعم الأمن منذ 4 ليال متواصلة، وهي تعيش انهياراً أمنياً ملحوظاً دون أن تحرك الحكومة ساكناً لإنقاذها من دوامة الحرب المستعرة التي لم يسلم منها حتى تمثال الشاعر بدر شاكر السياب. ناشطون من البصرة طالبوا بإخراج الميليشيات من المدينة ودرء الخطر عن سكانها والحيلولة دون سقوط المدنيين ضحية لهذه الصراعات. ضروري أنه إفراغ القصور الرئاسية وكل الأماكن اللي هي موجودة بالبصرة، هي ثكنات عسكرية غير تابعة للدولة، بأنه تطلع خارج البصرة خارج المركز. وكما العادة فلا تجد هذه الدعوات طريقا للسمع لدى الحكومة وقواتها الأمنية التي تختفي من شوارع البصرة لفسح المجال أمام المتصارعين لممارسة لعبتهم وتهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، في وقت تكتفي هذه القوات بإبراز عضلاتها على ثوار المدينة العزل. ووفقا لآخر التقارير الواردة فقد شهدت البصرة تبادلا لإطلاق النار بين ميليشيا السرايا وميليشيا
ميليشيا العصائب قرب القصور الرئاسية بعد ساعات على معركة حامية الوطيس بين عشيرة الحلاف المقربة من التيار الصدري وذات الميليشيات التي تدين بالولاء لإيران في منطقة قرمت علي بعد محاولتها اختطاف أحد أبناء العشيرة ليستمر النزاع حتى ساعات الصباح الأولى وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في مدينة الذهب الأسود التي يسيل لعاب أمراء الحرب للسيطرة عليها تزامناً مع مخاوف حقيقية من ضياع حلم المدينة في تنظيم بطولة خليج 25 الكروية بسبب ما تشهده من انهيار أمني يضاف لانهيار واقعها الخدمي. إذن البصرة تشهد مواجهات عسكرية مسلحة وكما أشرنا بأن هذا الأمر أرعب الناس. معنا أم أحمد من النجف، أرحب بك أم أحمد. يعني هذه المواجهات التي حصلت في البصرة يعني تطرح الكثير من التساؤلات، أين هي القوات الحكومية من كل هذه المواجهات العسكرية؟ كأنها حرب بين دولتين. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وتحياتي لحضرتكم وكل المتابعين. حياكم الله. أهلا بك. طيب الله يسلمك أستاذ عمر. يعني دائما أقول إحنا ما عندنا قوات حكومية وجيش وأمن، إحنا ما عندنا. وإذا أكو أحد من هاي الجهات جالس يسمع وينتفض النفس ويقول لا أنا مو من يعني الشيء اللي يقول دام أحمد، هذا يمكن القلة القليلة، لكن الأكثر هو تابع له لا. بدليل أنه أنت بلدك هسا أي ركن، ما أقول ركن شديد وإنما أي ركن بنق من البساطة، يعني صراحة نقول القوة البسيطة تبقى موجود فاقدة. سببها شنو؟ معاناتنا إحنا بلد يقوم على الجيش وعلى القوات الأمنية. أستاذ عمر، أنا لو كان عندي جيش ولاء البلدة، لو كانت عندي قوات أمنية اللي يقول حماية الشعب، صار كل اللي صار بالأحداث القريبة والبعيدة، صار هذا بلدي ما صار. زين انت عرفت هذا الطفل اللي شايل هذا العلم، هم ترى مو يعني شلون اكو فد احاديث اقراها للامام علي عليه السلام. نعم، وعيد واكرر من اقول الامام علي لانهم تكرمون هذول السفله يدعون انهم من الموالين، والامام علي مو موالاه لفظ لسان، كن خوش عادي، كن طيب، كن حريص على دم غيرك، على عرض غيرك، اهل البيت راضين عليك حتى من سلم دينك شنو هو. فيقول هاي الملل تكرمون العفنة ترتجف من حرف الحق مو كلمة الحق الكاملة. فهم من طفل شال هذا العلم، ثقوا بالله العلي العظيم، مو مسألة ليش شال العلم القديم، خوفهم لأن يعرفون القديم كل قصوته هو أرحم من عندهم وعارهم على رؤوس الأشهار، ويطلع لك واحدهم ما مهتم ما قيل وما قال عنه وعادي ويحكي. نعم. لك بالوطن ياخذ الاصلاح. نعم. الى اي الى متى يبقى الملف الامني يؤرق العراقيين؟ يعني هذه المواجهات المسلحه بين الميليشيات تاره في العاصمه بغداد، تاره في البصره، تاره في محافظات اخرى، الى متى؟ الى ان تطلع لنا عشائر. احنا عشائرنا الغلط بيها استاذ عمر، احنا مجتمع عشائري، هذا الشيء ما نقدر نقرأ. دائما أسأل الدوامي من يصير كلام، أقول لهم الشهداء اللي راحوا من بداية السقوط إلى الآن، اللي راحوا كمدنيين أقصد، كم عشيرة فقدت من شبابهم من بناتهم من نسائها؟ يا هو اللي طلع وانتفض واللي انتفض قتل، لكن أنت تشوف العشائر بينات تتعارك، تكرمون على دابة تتعارك لها على مرأة على طفل. هاي فخرنا بالعشائر إحنا، وعذرا الكلامي لأنه هذا واقع حال. لكن اني وانت وامثالنا ان شاء الله ان شاء الله عيننا يم رب العالمين، ونعم الله سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. ام احمد، انت استمعت الى كلمه ممثله الامين العام في العراق بعثه يونامي بلاسخارت، جيني بلاسخارت، عندما استمعتي؟ نعم. كيف ترين ما قالته بلاسخارت؟ أليس مختلف عن كل مرة؟ لا أرى شيئا والله. والله يا أستاذ عمر، يعني كل أرجع وأقول لكم البساطة بالكلام أحيانا هي تعبر الحق اللي داخلك. نعم. إذا أنت ما تنتفض نفسك وما تصير غير على نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم له. لا لا، نحن نتحدث عن هذا الموقف.
نحن نتحدث عن هذا الموقف. يعني كيف لها كيف لها أن تصف كل الزعماء السياسيين بالفاسدين وهي تجلس مع هذا ومع ذاك؟ ولهذا يعني ردي كان يعني احتملت سؤالكم انه نعم. كيف تنظرين لها من الناحيه الايجابيه؟ يعني انتم هسه مؤيديني بس يمكن عذرا انا ما فهمت السؤال. نعم فهي توصفهم بالفاسدين وبالقتله وضد الشعب العراقي ويحاولون يهدمون المواطن العراقي، وانت ساندتهم وانت قاعده وياهم، زين انا ايش انتظر من ملل هي جادت لي هاي النماذج وتبقي تلميح على مقتدى الصدر انه يجب اشراك الكل بالعمليه السياسيه وبالحوار الوطني. من هو الكل؟ الكل انت واني، الكل الشعب، مو انت واني كشقوق، اقصد الشعب. تلميحها وين؟ على مقتدى الصدر. ولاحظ اكو قنوات يعني ناهيك عن القنوات اللي هي محسوبه عراقيه واللي هي تصرف من الاموال العراقيه وهي تابعه للاراضي الايرانيه. القنوات العربية تقبيل على مقتدى الصدر على أعلى المستويات شوية ويطلعوا عن نور محمد، يعني شوية قليل بس ويطلع مقتدى هو نور محمد بالعراق العظيم. فأني يعني بنظرتي البسيطة إذا ما إحنا تصير عندنا غير على أنفسنا، الله يرضى عليكم يا أستاذ عمر، بيتي إذا ما أني أحمي بيتي إذا ما أبو بيتي وإذا ما أني أحمي وأحمي أولادي، ما انتظر الغريب يجي يحميني. اذا انا ما داري رضا شيء لا قدر الله بيتي مقتل، فانتظر الغريب يصير راضي علي يقول لك يا راضي اي لولا. شكرا لك أم أحمد من النجف كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات عديدة سوف نستعرضها معكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. منع مجموعة من الموظفين العاملين في شركة جي فور أس المسؤولة عن حماية المطار، وهي شركة أمنية، منعت دخول وفد من موظفي سلطة الطيران إلى موقع الشركة. وأظهرت لقطات مصورة مشاهدة كلامية بين موظفي السلطة والعاملين في هذه الشركة التي تم إنهاء خدماتها بشكل رسمي نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي بعد طلب رسمي من سلطة الطيران التي أحالت مهام حماية المطار لشركة أخرى، حيث منع العاملون بالشركة البريطانية موظفي سلطة الطيران من دخول مقرهم وتفتيشه في مشهد يبين الفوضى التي يعيشها العراق، كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذه الصور. افتح لجنة كتاب رسمي، يلا كتاب رسمي من سلطة الطيران لجنة. Everybody smile for the camera. Smiling. Hi clients. Welcome. كتاب رسمي من سلطة الطيران، احنا الدولة جايكم، ما جايكم من الشارع. Alright. وانا اخوانا لجنة، يلا تفضل. Smile. Everybody smile for the camera. يلا اخوانا لجنة، يلا. دولة احنا جايكم سلطة طيران، توقيع مدير عام سلطة طيران، احنا توقيع، اكو كتب رسمية، ما جايكم للشارع. نعم.
نبقى في نفس هذا الملف حتى الآن. ربما يقول قائل بأن الحق مع موظفي سلطة الطيران كونهم يمثلون الدولة بشكل رسمي، إلا أن الأنباء الواردة كما تداول العراقيون فيما بعد هذا المقطع بيّنت بأن المدعو مصطفى العامري الذي قاد عملية اقتحام أو محاولة تفتيش مقر الشركة البريطانية هو أحد عناصر ميليشيا بدر، كما أكد عراقيون ومراقبون ومتابعون بأن الحادثة جاءت لغرض السيطرة والاستحواذ على ملفات الشركة ونقلها لمنظمة بدر ومن ثم إلى إيران، التي تتهم هذه الشركة ومن في داخل مطار بغداد بالوقوف وراء عملية اغتيال سليماني والمهندس. دعونا نشاهد صور لهذا الموظف المنتسب كما تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. يقول العراقيون بأن هذا المنتسب الذي شاهدناه قبل قليل في المقطع الفيديوي هو أحد عناصر ميليشيا بدر بحسب ما قاله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يتسنى لنا التأكد سوى من هذه الصور التي نشرها عراقيون، وقالوا بأن هذا الموظف يعود إلى ميليشيا بدر في العراق. نعم، طبعا عراقيون تساءلوا لماذا لم يكن هناك تنسيق مسبق ما بين هذه الشركة البريطانية وما بين سلطة الطيران قبل أن يذهب عدد من الموظفين لتفتيش مقر الشركة. كان من المفترض كما قال العراقيون أن يكون هناك تنسيق مسبق بتوقيت محدد حتى يستطيع موظفو سلطة الطيران من الدخول بسلاسة وأداء عملهم بشكل طبيعي. دعونا نستعرض معكم تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الموضوع. يقول كريم العبيدي، يقول وربي كلهم عربنشية ناميهم من الشوارع ومخليهم مسؤولين بالدولة حتى أسلوب ما عندهم. علي العيثاوي يقول الشركة مسؤوليتها حماية ومن حقها تمنع وإلها نظام وهي متعاقدة مع الحكومة وتمنع الدخول من هذا الطريق وهي تفهم وضع العراق والجهات المسيطرة عليه فلهذا تمنع. أما وسام إسماعيل فيقول وين أكو واحد يدز لجنة لشركة أجنبية وما عندهم مترجم؟ يقول بلد العجائب. أما ياسر فيقول الدولة تلتزم بسياقات عمل، تدخل تتكلم بلغتهم، توضح موقفك بدون تهجم. ليش تتهجم على العراقي؟ هو موظف حالة من حالكم، يا ريت تتعامل بمهنية أكثر. نعم، معنا أبو عمر من بغداد، أرحب بك معنا أبو عمر. أبو عمر شاهدت هذا المقطع هناك من موظفي سلطة الطيران ذهبوا إلى هذه الشركة والتي هي معروفة بجي 4S وهي شركة بريطانية أمنية. طبعا تم إنهاء العقد مع هذه الشركة يوم 30 من أيلول سبتمبر الماضي، يعني قبل أيام، 5 أيام انتهى العقد مع الحكومة وأرادوا الدخول. يعني هناك منع وهناك، يعني بأفضل الأحوال لا يوجد هناك تنسيق مسبق ما بين سلطة الطيران وما بين هذه الشركة، وهناك حديث بأن الهدف من تفتيش مقر الشركة هو للحصول على معلومات في حال بأنه هناك، طبعا هناك أصابع الاتهام تتجه نحو هذه الشركة بأنها متورطة بعملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، خاصة وأن الصور التي تداولها عراقيون تظهر بأن من قام بعملية محاولة الدخول إلى مقر الشركة، يقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأنه يعود إلى ميليشيا بدر. مرحبا بك، تفضل. حياك الله أستاذ عمر المحترم، وحيا الله قناة الرافدين، وتحياتي للأستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عمر. إحنا نعرف إحنا كل الوزارات اللي عندنا بالعراق وكل المؤسسات وكل الطيران، كل الأماكن اللي من 2003 لحد الآن استولت عليها سلطة الأحزاب وكل هذه الميليشيات اللي جت من إيران.
دخول الموظفين للشركة أستاذ عمر، لأنه إحنا نعرف الميليشيات ما لهم أي سياق عمل وما لهم أي يعني تعامل إنساني أمام الناس الموظفين، اللي ناس اللي هم تعبوا عن نفسهم وتخرجوا وعندهم يعني ذات يعني نقدر نقول يعني مفهومية وثقافة عالية جدا بالمجتمع، يعني خاصة عندنا الطيران العراقي موظفيهم كلهم ناس يعني مبعيدين عن سلطة الأحزاب وبعيدين عن كل هاي التحزب اللي عندهم الموجود. لكن السيطرة اللي بنشوف احنا بالطيران او كل مؤسسات الدولة هي سلطة الأحزاب اللي موجودة ومسيطرة على العراقيين وعلى كافة الأمور اللي ملزم بها المواطن العراقي. فكل ما يمشي بالوضع اللي ماشي عندنا بالعراق هي سلطة الأحزاب اللي قاعدة تمشي وتعطي الأوامر بدون أن احترام أنه موظفين أسبقية يكونون لهم الكلام أو مدراء عامين، فما هم دولة يعني حجار يفرضون كلامهم أو سيطرتهم أو منحهم من موظفين طيران. فهاي الأمور محسوبة على يعني احنا شاهدنا بالمقطع هذا الشخص المدعو مصطفى العامري كما قال عراقيون، يعني شاف أبو عمر، تسمعني أبو عمر؟ انقطع اتصال مع أبو عمر. معنا أبو أحمد من بريطانيا، مرحبا بك معنا أبو أحمد. حياك الله. كيف شاهدت هذا الموقف اللي صار؟ موظفين من سلطة الطيران. بس اسمح لي أولا على البلاشخ، لأنه الموضوع أنا جدا ألمني. وهو إنه هي تحكي تقول الفاسدين وهي جزء من هذا الفساد. لأن هي أصلا الأمم المتحدة ساهمت في أذية شعب عراقي كامل لمدة طويلة بالحصار بحجة أنه العراق يمتلك سلاح نووي، وأعطت حجة للاحتلال الأمريكي باحتلال العراق. يعني أنا مفكر مرات أقول له نرفع إحنا شكوى كعراقيين على أمريكا وعلى الأمم المتحدة إلى المحكمة الدولية، لأنه ما أصاب العراق من دمار وجلب هؤلاء الفاسدين لتدمير العراق. فإنه ما جرف من قبل سلطة المطار هاي مسألة طبيعية، لأن الناس مو مهنيين. يعني أنت مثل ما ذكرت حضرتك، إنه معقول لو واحد تجي لجنة، غير تجي لجنة منظمة بها واحد يتكلم إنجليزي أو أكثر. أكو تنسيق مسبق. أحسن أكو تنسيق مسبق. نعم. يجي معه مجموعة. يعني هو بريطاني وجايبي له مثلاً ورقة وقال له تعال إحنا عندنا تخويل بدخول الشركة، شون يصير؟ لا هي فوضى. هي هاي منظومة الفوضى اللي منتشرة الآن في كل المجالات بسبب غياب الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني أنت فترة من الزمن كان مدير عام الطيران المدني شخص حتى ما عنده شهادة إعدادية إلا كونه أخو وزير النقل. فهذه مآسي، هاي مآسي كلها بيمر بها العراق، وكون على فكرة سببها الأمم المتحدة وأمريكا. لأنه أمريكا احتلت العراق وتركت العراق بيد كل الدول هسه محتلتها، مو بس إيران. هسه كل الدول محتلة العراق، يعني أي دولة تتوقع موجود مخابرات أجا موجودة في داخل العراق. بس هي إيران لأنه الأكثر والأبرز والأوضح. صحيح هي تكون يعني عندما بالعودة على حديث بلاس خارت وإحاطتها لمجلس الأمن أبو أحمد، يعني عندما هي تشخص الفساد هو سبب أساسي للمشكلة في العراق، هناك هشاشة في الأوضاع الأمنية شملت كل الزعامات السياسية بأنهم فاسدون، تحدثت هذه المرة كما يعني يقول العراقيون، تحدثت يعني بشكل أوضح وبشكل يعني جريء من يعني الإحاطات السابقة، ولكنها تجلس مع ربما وظيفتها الدبلوماسية تفرض عليها أن تلتقي مع هذا ومع ذاك، ولكن إلى متى يبقى الحال بأنه إحاطة أو تقرير أو تصريح؟ نعم. دكتور عمر، دورها رقابي ودورها تنفيذي بالأمم المتحدة. يعني هي من شخصت الآن أنه كل المسؤولين اللي يقودون العملية السياسية بالعراق فاسدين. دورك القادم شنو بالأمم المتحدة؟ يعني من راح ترفعين تقرير للأمين العام للأمم المتحدة؟ هذا التقرير هل راح يكون إلى صدى مثل ما صدى حصار العراق، الحصار الظالم أنه العراق تمتلك أسلحة نووية، وطلع العراق باعتراف الجميع أنه لا يملك أسلحة نووية، دمر الشعب،
احتلوا بلد، انهكوا كل شيء في داخل البلد، فاحنا بدنا عندنا دور، شنو الدور اللي لازم نأدي؟ بس حكي اذا فتحت شكرا يا ابا رحم الله والديك، احنا ندري بيوم قادم. ما جبت لنا فد خبر جديد يعني نستفاد من عندنا. احنا نريد فعل، نريد طريقه، والا تشرينيين كل شيء ما راح يقدرون يسوون دول الشباب. راح يتم اعتقالهم وزياده عدد الشهداء وزياده المعتقلين، وبالنتيجه النهائيه تشكل دوله ويرجع نفس الوضعيه ونفس المحاصصه ونفس طبعا نلاحظ هناك ازدواجيه خاصه في ملف العراق، يعني اذا ما قامت مظاهرات في غير العراق تسمع بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقف مع هذه التظاهرات وتدعو النظام إلى الاستقالة، ولكن مع العراق لا، يبقون ساكتين. وينهم يعني هاي الشهداء راحوا، وينهم؟ شو دور الأمم المتحدة في هذا الموضوع؟ ليش هي بتدري بلا سكارت على هذا المواضيع كلها اللي تصير في العراق وهي عايشة بالعراق؟ ولهذا هناك ازدواجية، هناك ما زال هناك المنظومة الدولية تدعم النظام السياسي يعني لغاية الآن. أنا أشكرك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا. نذهب إلى ملف انهيار مختبر التحليلات الوطني في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، وقد عرضنا في حلقات سابقة من برنامجكم صوتكم تفاصيل شبهات الفساد واستغلال الميليشيات لتسويق نفسها من خلال الحادثة. انتهت اليوم أعمال البحث عن المفقودين تحت ركام المبنى المنهار وفقا لبيان مديرية الدفاع المدني التي أعلنت انتهاء أعمال فرق إنقاذ الدفاع المدني لانتشال الجثث في موقع الحادث. وقالت المديرية بأنها انتشلت آخر جثة من تحت الركام، وبأن الجثة التي تم انتشالها هي لرجل مسن أمضى تحت الأنقاض 75 ساعة قبل أن يفارق الحياة. وكانت المديرية قد نشرت في بيان لها صباح اليوم بأنها انتشلت جثتي لطفلة ولأمها من تحت ركام البناية المنهارة قبل أن تعود، وتؤكد انتشال آخر جثة من تحت أنقاض المختبر الوطني التي انهارت قبل 4 أيام. في غضون ذلك استغرب ناشطون ومدونون وعراقيون من قرار ما يعرف بمؤسسة الشهداء التي لم تحتسب ضحايا حادث الانهيار كشهداء ويتمتعون بمزايا الشهداء التي تصرف لعائلاتهم على الرغم من أنهم قضوا نتيجة الإهمال والفساد. لنشاهد هذه اللحظات الصعبة من انتشال ضحايا مركز التحليلات في الكرادة صباح اليوم في العاصمة بغداد. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور وعدم اعتبارهم كشهداء. حور قالت ليش مو شهداء؟ هاي نتيجة الغش بالبناء والسرقة، ذولا ضحايا، شنو ذنبهم؟ أما سهيلة علي فقالت شهداء بإذن الله، ما هو ذنبهم؟ يجنون ما اقترفته الطبقة الحاكمة من سرقات وفساد أدت إلى انهيار البنى التحتية للبلاد. أم وائل تقول طبعا لأن مو بالأحزاب، ناس فقراء ومرضى أصلا شهداء ماتوا بهذا الهدم. أما محمد فيقول بس القتلة والفاسدين وسراق البلد والذيول والإرهابيين تعتبروهم شهداء، وهؤلاء المرضى الأبرياء ماتوا بسبب الفساد المالي والإداري من أحزاب الخراب. يقول محمد. دعونا نذهب إلى الهاشتاج. طلب طلاب السادس الإعدادي وزارة التربية بشمولهم بامتحانات الدور الثالث عقب تعذر وصولهم لأداء الامتحانات بسبب القطوعات التي شهدتها بغداد وعدد من المدن الأخرى، لا سيما امتحان الكيمياء يوم الأربعاء الماضي 28 من سبتمبر، وامتحان الفيزياء يوم الخميس بعد قطع الجسور والطرق خلال جلسة البرلمان، وتأزم الأوضاع الأمنية عقب قصف المنطقة الخضراء يومها. ولوح الطلاب بتنظيم تظاهرة حاشدة أمام مبنى وزارة التربية في بغداد يوم غد الأربعاء لرفع أصواتهم
بعد تسبب الحكومة بالقضاء على أحلامهم كما قالوا بسبب تخبطها وعدم تأجيلها للامتحانات بالوقت الذي قطعت فيه أوصال بغداد وباقي المدن بالكتل الكونكريتية ومنعت التنقل بين المناطق. دعونا نستعرض عددا من التغريدات على وسم الأربعاء مظاهرات الدور الثالث. زهراء تقول: هواية طلاب انحرموا من الامتحانات بسبب انقطاع الطرق، دور الثالث مطلب عام لكل الطلبة بدون استثناء، طلاب دفعة 22 أحق بالدور الثالث. علي باسم يقول: نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية من وزارة التربية تعمل لمصلحة الطالب ودراسة مطلبهم وإسنادهم بشكل أبوي وجاد ليخرجوا من هذه المرحلة وتخليصهم من هذه الفوبيا، هم أبناؤكم فاستجيبوا لهم. طيبة جمال تقول: درس بعام تقول أكبر حرام. أما صبا فقالت: الدور الثالث حقنا، ما يصير نعيد سنة على مود درس أو درسين. أسئلة الرياضيات كانت صعبة بالإضافة إلى الإرباك اللي صار بيوم امتحان الكيمياء وانسداد أغلب الطرق وامتحان الفيزياء أيضا، أغلب الطلاب ما تعرف باشر امتحان أو حيلغي بسبب الطرق المغلقة، تقول حرام. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.